صبح بالخير كل الأشخاص اللي انضموا لحلقة جديدة ومباشرة على الهواء من لابوتيك، وين ما كنتوا عم بتابعونا، ببيوتكم، بمكاتبكم، بالجامعات، بحيلا مطعم الصبح. نحن منحييكم ونتمنى لكم النهار يكمل حلو. رح نبدأ مع الشوبينج وتحديدا من برنامج لابوتيك يلي بيضم كتير من الأغراض والأصناف يلي فعلا عم بتكون كتير حلوة وكتير مرتبة ومكفولة وأسعارها كتير مدروسة وبتوصل لعندكم من دون أي تكاليف إضافية عبر اتصالاتكم فينا على الأرقام يلي دايما بتقطع قدامكم على الشاشة. أما بالنسبة لمشاهدينا خارج الأراضي اللبنانية فكمان بدوركم فيكم تتسوقوا عبر هالشاشة وعبر هالبرنامج بمجرد انكم تتصلوا فينا على كمان نفس الارقام بس زيادة رمز لبنان. لحد مع التدفئة الضرورية والدفع عفا لو بعز الصيف مثل ما هيك دايما منقول، لو شرقت الشمس، انا اليوم كنت مفكرة خلص خلص الشتاء، يبدو لا، كتير ساقعة. هالدفاية من ماستر شيف اسمها ديو هيتر، لأنها بتتميز بوسيلتين تدفئة وهي ريزيستانس والغاز، فينا ندورهم اثنيناتهم بنفس الوقت وفينا نفصلهم على حدا. كما انه الغاز او الريزيستانس ما عم نشوف فيكم تتحكموا بالثلاثة سوا او اثنين او وحدة، وحتى عينات الغاز فينا نتحكم وحدة اثنين وثلاثة. الأهم شيء فيها انه عندها صمامين أمان، الأول في حال وطي مستوى الأكسجين بالغرفة يلي عم ندفيها بواسطة هالدفاية لحالها بتقطع لحالها بتطفي، وبالتالي ما تخافوا دايما تكونوا عندكم وسيلة تدفئة مثل الغاز، بنخاف من هيدا الموضوع بواسطة الماستر شيف ديو هيتر، ما تخافوا لأنه صمام الأمان بيحميكم. تاني صمام أمان هو لا تسرب الغاز، ففي حال كان صار في تسرب غاز أثناء التدفئة أو قبل التدفئة ما بتدور وبتطفي لحالها، فمن هون فيكم تكونوا مأمنين على حالكم وعلى عائلكم وقت تكونوا عم تستخدموا هالوسيلة للتدفئة اللي هي وسيلة فعلا وفيرة ومكفولة سنتين من قبل ماستر شيف. اتصلوا فينا على 79 2 2 5 6 7 8 و9 ونحن بنوصلكم اياها اكيد من دون اي تكاليف اضافيه. كما انكم فيكم تتواصلوا معنا على ارقامنا الارضيه 09 74 0 8 8 9. ما لي قلب اتركها للدفايه، بس انه مضطره نروح على المطبخ يلي كمان في اغراض خلصت، فوقتها بقلكم عن جد انتبهوا. دائما الغرض يلي بيعجبكم لازم تتصلوا ولازم تاخدوه من خلال برنامجنا، لانه الكميات عم بتروح بشكل جدا سريع مثل المالتي ستيك بلندر، فاللي اخذها توفق فيها. اليوم رح نرجع نفرجيكم دام كتير كبيره وهي ماستر من ماستر شيف، ماستر كيتشن من ماستر شيف، وهي هالمكنه يعني يمكن باهم مطاعم بتكون موجوده وبافخم الاوتيلات بتكون موجوده، صار فيها تصير موجوده عندنا بالبيت للشغل البروفيشنال داخل البيت، وانما بطريقه جدا سهله. فعم نحكي عن كيتشن برودكت اللي هي كلها البادي معمول من الحديد، فعم نحكي عن معدن جدا قوي ومتين وما بينتزع بسهوله، كمان عم نحكي عن ماركه ماستر شيف يلي قادره تعملوا هيدا الماشين بشكل سهل، هو العجن الخفق وحتى العجن يلي بضله رطب. يعني عم نحكي عن خفق للجاتو او المعجنات مثل التارت يلي ما كتير لازم تلبد لتضل هيك فلافي بالداخل، الخفاقه يلي هي للجاتو للبيض لاي صنف من المأكولات يلي بدكم اياها، والعجانه يلي كمان كل هول الاكسسوارز بيركبوا بنفس المحل. كمان الشغله الاساسيه هي هالجرن يلي معمول من ستينلس ستيل يلي بحافظ على المأكولات وما بيتاكسد مع الاكل، جرن جدا كبير بيساع لحدود انه يعطيكم 4 كيلو من العجين بما يوازي 3 كيلو طحين قادر ياخدها. كمان الطريقه اللولبيه اللي بتبرم فيها هالمكنه قادره تسحب كل شيء من الداخل عن الجوانب وتعطيكم اياه بشكل جدا سريع، فبالتالي هيدي طريقه هينه وسريعه بانكم تحضروا مأكولاتكم. اكثر من هيك صحيح هي هو هن الاكسسوارز اللي فيها، يعني العجينه والخفاقه والعجينه الثانيه والبادي كله موجوده ب 480 دولار مع كفاله سنتين، وانما شوفوا الهدايا اللي بيجوا معه وهن جدا كتار. اولهم هو البلندر يلي كمان لها محل هون، على فكره كل هول الاكسسوارز بسهوله بينشالوا وبينحطوا، كمان حتى تكون الامور هينه على ست البيت صار فينا نشغل البلندر لنستخدمها لكل انواع المشروبات، كمان فيكم تستخدموها للحمص بطحينه، فيكم تستخدموها لتعملوا توم، حتى العدس فيكم تطحنوه بقلبها والى هيك من هون محل تقدروا تنزلوا فيها الزيت اذا حبيتوا تكونوا عم تعملوا
الثوم ليرفخ، بدكم تنزلوا الزيت شوي شوي. هيدي اول هديه مع الماشين مع الكيتشن ستاند ميكسر. ثاني هديه هي بتنحط هون، واللي هي التاليه فيها تكون العصاره تبع الرمان، عصاره الرمان، العنب، فيكم تعملوا تشيلوا كل هول العصائر بواسطتها، وهي الوحيده يلي موجوده بالسوق يلي قادره تعطيكم هنا النتيجه بسهوله تامه. كمان عندكم فرامه اللحمه يلي ايضا شغله لذيذ، وهون الديسكات فيكم تغيرون كلهم بيركبوا مطرح ما فتحنا مع الصينيه، فيكم تغيروا ديسك اللحمه، وهول معمولين من ستينلس ستيل وسماك كتير، فيكم صرتوا تحصلوا على اللحمه خشنه خشنه اكثر وناعمه. وهون وقت نكون عم نحكي عن هذا الديسك الناعم ما نكون بحاجه تفوتوا اللحمه تعملوها اكثر من دور، فهي بتخدع. كل البادي بالداخل معمول من الستينلس ستيل، شوفوا قديش بسهوله وبتقنيه جدا عاليه، مستخدم سهل للتنظيف، قويه كثير وفعاله كثير، وكلهم طبعا مع الصينيه. اكثر من هيك صار فيكم تعجنوا الباستا والرقاقات والمعجنات بواسطتها، كمان وقت تكونوا حضرتوا العجين بالبول الاساسي بتمرقوا الباستا فيها وبتطلع لكم باستا بعده قياسات. كمان فينا نتحكم بالدولاب الموجود هون، كلهم بنفس المكان يلي فكيناه. بعد ما خلصنا، بعد عندكم لتقريص الكبه اكسسوار، فيكم صرتوا تحطوا اللحمه من ميل بتطلع لكم تيوبز لتقدروا تسكرون وتعملوا الكبه، وكمان لحشي الفوارغ صار في لها مكنه، فبتحطوا الفارغ هون وبتنزل بتنزلوا الرز لحالهم بينحشوا. اكسسوارز كلهم هولي هدايا مع الكيتشن ستاند ميكسر بفعاليه جدا قويه، 480 دولار. لحقوا حالكم لتاخذوا كل هول هدايا معهم، لانه كل ما الكميه تبلش تقل كل ما الهدايا تبلش تختفي وتختلف، فضروري تاخذون لتاخذوا كل الاكسسوارز وتستفيدوا منها. فاذا بتصلوا فينا على 79100225678 9 وعبر 00961 79100225678 9 لكل الناس اللي عم يحضرونا خارج الاراضي اللبنانيه. رح انتقل للزوكيني تيرنر، وهي ماشين لنقر الكوسه، لنقر البطاطا، وحتى لنقر التفاح بسرعات مختلفه، فحسب شو عم تستخدموا اي نوع من الخضار بتغيروا بالسرعه. وهدول كوسه كثير رفاع لنجرب حظنا، بس هي اكيد دقيقه، فهون انتم ما تاخذوا السرعه القويه لانه اذا الكوسه كانوا رفاع. شوفوا كيف بتفوت لحالها عم تبرم، بس انتم حركوها شوي لتقدر تفرغ بالشكل يلي مطلوب. هي اول وحده، رح نفرج الثاني. هون ما ضروري نحط ملح، يعني هي لحالها قادره تفوت بقلب الكوسايه بلا ما نرطبها بالملح. مثل ما قلت كمان مكفوله. هلا اذا بدكم تعملوا البطاطا دائما اولى السرعه، اول شيء لان راس البطاطا اقسى وما عندكم خوف انه ينقر بسهوله، فبتفرغوا هيك. بدي ابرم بس لفرجيكم اياها على الكاميرا. كل هول الماشينات مكفولين من قبل لابوتيك وطبعا من قبل الوكيل لعارض ببرنامجنا. كثير لذيذه هالمكنه، احصلوا عليها هلا من خلال لابوتيك بالسعر اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه، ان كنتوا بلبنان او حتى اذا كنتوا خارج الاراضي اللبنانيه صار فيكم تتسوقوا عبر هالبرنامج. رح انتقل للفرن المميز جدا من خلال ماستر شيف يلي هو بسعه 45 لتر فرن، فيكم تحطوه ان كاستري لانه مفرغ عن الجوانب، فبالتالي ما في خوف من انه يكون مزروق بين الخشب، كمان عالي من تحت سو التهويه بتكون عم تبرم دير من دار. فرن فعال قوي كتير، وهيدا الشيء ببين دايما من خلال الخبز، من خلال الدجاج اللي فيكم تعملوه على السيخ، من خلال قالب الجاتو يلي بينجح وبيرفخ وما بيخصف بقلب هيدا الفرن. اللي ببينجوا عن غيره اكيد في الريزيستانس الفوقانيه والتحتانيه، وفيكم تشغلوهم سوا كما انكم فيكم تفصلوا كل وحده على حدا، بلس الهواء السخن يلي هو الكونفكشن
يلي بيظهر من الجهتين. الهواء السخن فيكن تدوروه كمان مع ريزيستانس لتسهلوا اكثر عمليه الخبز، لما يعني ما يعجن العجين بالداخل، وهيك بيقدر ينشف بلا ما ينتزع. فهون وسيله جدا مهمه بانكم تستخدموها. صينيه مستطيله موجوده معه والشبك كمان، فاذا بدكم تشووا السمك فيكم تحطوا شبك فوق الصينيه لينزل زوم السمك تحت وتحصلوا على مشاوي جدا رائعه. التحكم بأزرار صاروا هينين. هلا شوفوا المعجنات متلجين، بفرجيكم اياهم بيض ومتلجين. رح نحطهم يعني تقريبا 7 دقائق مع هالحراره مع الكونفكشن. انا دائما بعتمد الكونفكشن، حتى اذا بدكم تنشفوا الفرنج تعملوا كعك ما تحطوا ريزيستانس، حطوا بس كونفكشن بتحصلوا على كعك محمص وانما مش محروق. موجوده مع الشويه تبع الدجاج يلي سبق وشفنا، وما معقول شو طلع الفروج ناجح، يعني طلع محمر من برا والسفنه ضلت طريه ورطبه، وهذا اساسي بالشوي. فرن مكفول سنتين، تحصلوا عليه عبر لابوتيك واتصالاتكم فينا على الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه بس ب $108. فكثفوا اتصالاتكم واحصلوا على اغراضكم اليوم قبل بكره نظرا للكميات يلي عم بتروح بشكل جدا سريع. رح ننتقل لفيديو بعرفنا اكثر عن 3 اغراض ضروريات ببيوتنا وبنرجع لمتابعه الحلقه. You can crack 'em this way. You can crack 'em that way. And we've all done this. But no matter how you crack them, you always end up picking out eggshells. Not anymore. Introducing Easy Cracker, the ingenious new product that lets you crack open eggs, separate eggs, even crack hard-boiled eggs quickly and easily without the mess. Watch, it's so easy. Simply insert an egg into the cradle and squeeze to instantly crack and release the egg from its shell. No more messy countertops. No more slimy stovetops. The Easy Cracker separates any size egg from its shell in one simple motion, so you can crack them neatly right in the pan. No fuss, no mess. Uh-oh, crunchy eggshells ruined those muffins. With the Easy Cracker, the shell is always left behind, so you never have to worry about dropped shells. Peeling hard-boiled eggs can take forever, but with one simple squeeze, peeling hard-boiled eggs has never been easier. Peeling potatoes can take forever. Oh no, not with a knife, that's dangerous. Now there's a better way. Introducing Tater Mitts, the innovative new kitchen gloves. Simply rub, and with a few quick strokes, look, just 8 seconds of actual time, and presto, a perfectly peeled potato. It's the hassle-free way to peel potato, after potato, after potato. You won't believe your eyes. But that's not all, because Tater Mitts works well on other vegetables too, like carrots. Or use Tater Mitts to peel fruits, like apples. Uh-oh, you've peeled away half that potato. What a waste. But Tater Mitts removes only the thinnest layer of skin. We all love homemade soups and sauces, but who wants to stand in front of the stove for hours stirring? And if you happen to step away, you can end up burning your food. Hi, Anthony Sullivan here for RoboStir. It stirs so you don't have to. The RoboStir drops into any pot or pan. With the touch of a button, it automatically starts to stir. With the RoboStir, you finally have that third hand in the kitchen so you can get 2 things done at once. The RoboStir is specially designed to cover every inch of the bottom of the pan. The silicone feet even get up against the edges so nothing sticks and nothing's left unstirred. The base, legs, and feet are 100% waterproof even in boiling water. It's battery operated and so sturdy it can stir for up to 4 hours and stand heat up to 572 degrees. Now you can turn your back on your food and it won't burn. RoboStir is great for gravy, super for soups and stews, and for beans it's the best. Mixed marinara, masala, it even has the strength to fold Alfredo and churn your cheese sauce. The secret's the orbital gyroscopic action that ensures no spot is unstirred or untouched. From underneath, you can see how the RoboStir keeps everything moving. هيك بتبرم الستير كريزي، وهيك فيكم تكسروا البيض، ومثل ما شفتوا بالفيديو صار فيكم تقشروا البطاطا وكل انواع الخضار والفاكهه. اطلبوا هالباكج من خلال لابوتيك واحصلوا عليهم اكيد من دون اي تكاليف اضافيه، ورغم صغرهم هالبرودكت وسعرهم القليل مكفولين. فما تخافوا دائما عبر التسوق من برنامجنا، كل الوكلاء بيكفلوا كل اغراضهم. فيني وقف عن الرقصه؟ ها؟
اوكي رح ننتقل للماجيكال ميتال يلي هي مواد كريمي مستعمله وضروريه لتنظيف كل الاغراض يلي عندكم يلي هي اصلا بدوره مصنعه من الفضه من الذهب من الستينلس ستيل من الكرام من النحاس ويمكن على الوقت والعمر جنزريت ويمكن خف لونه وخف بريئه فاليوم بواسطه الماجيكال ميتال مش بس رح تشيلوا الجنزار والاسوداد والاشياء المش منيحه يلي علقت على هالمعادن الثمينه يلي عندكم وحتى التماثيل والتحف يلي موجودين كمان بتحميها للمدى البعيد. اليوم شو قلت لي هيدا دفاع بازيرو رح ننظف له اياه لاليو وعلى امل يجمع كل البازل ويطلع له بازيرو كادو فحتى يعني لهيك اشياء يعني هذا يمكن زيت سيارات هون شيك اليو هيدا اختصاص يعني هيدا شيء كثير هيدا نجرب اذا بيروح فلازم ننظفها بواسطه الماجيكال ميتال لنشيل كل شيء لولا عم بيروحوا خليني حط بعد ومثل ما كنت عم قول مش بس بشيل هيدي المواد يلي نزعت للغراض انما كمان بيعطيها طبقه وكانه عم تعملوا بولش وعم بتحطوا لها فيرنيش يعني بينحمى للوقت والمدى البعيد هلا هو بده نتفه شد لانها عن جد هيئتهم زيت بس بالنتيجه عم بيصيروا منيح صح نظفت ما تخافوا حتى على الذهب والفضه يلي عندكم ان كانوا صواني او حتى مجوهراتكم رح تقدروا تنظفوها ومثل ما عم بتشوفوا انا ما عم بستعمل السيفه عم نستعمل قطن ناعم وهيدي النتيجه ولا. هلا وقت انا مسحها بشي ناشف واو عن جد لمعت حبيت شغلة سهلة وعملية انكم تستخدموها على كل شيء عندكم بالبيت او حتى مثل ما شفنا اشياء للسيارات بدنا نعملها بولش بدنا ننظفها بدنا نلمعها صار فيكم تستخدموا الماجيكال ميتلز اللي ما بياكل المعادن بالعكس بيحميها للمدى البعيد وسعر الانين 30 دولار اما اذا بتاخذوا الاثنين بتكونوا عم بتوفروا جدا كثير فسعرهم بصير فقط 55 دولار رح ننتقل لتاني برودكت موجود معنا بالشنطة شنطة من الجلد شنطة كتير لذيذة وشنطة رح تكون مرافقة شيف مطعم شيف اوتيل حيالة سيدة هي بدورة شيف ببيتها مجموعة من السكاكين يلي بدورهم كتير حلوين وكل سكين له ميزة معينة لاستخدامه داخل المطبخ من السكين الطويل للكريم والجاتو من المسن من سكين المطبخ السكين يلي هو بدوره مشحاف ساطور لتكسير العظم لدق الستيك والدجاج السكين الطويل السكين اللي له منشار حتى نقص الباجات وما تحرهين الشوكة لنقدر نقص الجيجو نقدر نقص الحبشة نقدر نقص الدجاج ونستخدم الشوكة لنلقطة سكين الأصغر يلي فيكن تفرموا فيه بسهولة وكلن عندن هون مثل هيك كعفة ليهدى الأصبع وكمان السكين الصغير مثل هيدا البيرات تبع بيتر بان هيك كان عنده هيك شيء بس هيدا كمان ما بعرف للتفريغ وهيك من يعني انا اول مره بشوفها بس بتخيلها لذيذه للزينه اوكي ممكن للتزيين فمجموعه كتير حلوه ومثل ما قلت سيف يعني اليوم وقت تكونوا عم تستهلكوا وتستخدموا هول السكاكين فيكم بسهوله تسكرون وتضبون على العالي في حال عندكم اولاد حشورين فهيك اختاروا من خلال لابوتيك كل المجموعة ب 49 دولار مع الشنطة فإذا 49 دولار سعرهم كلهم مع الشنطة ما تترددوا اتصلوا فينا هلأ واحصلوا عليهم أكيد من دون أي تكاليف إضافية مجموعة من التناظر اللي كتير حلوين بضخامتهم وبنوعية يلي مستخدمة بتصنيعهم أول شيء عم بحكي عن الضخامة عم نحكي عن طنجرة كتير كبيرة دست يعني قد الدست هالقد كبيرة هلا ما تخافوا منها هالطنجرة مش بس للسلق وانما كمان اذا عم تعملوا مثلا شي 7 8 9 كبايات رز بتفلفلوا كلهم بنفس المستوى بتفتح حبة الرز لانه المعدن يلي مصنوع منه هالطناجر هو يعني سيراميك تحديدا مش معادن مصبوبة صب وبالتالي الحرارة يلي بتطلع من هون كل هيدي الطنجرة بتاخد نفس الحرارة يعني الاكل يلي بالنص
أو الأكل اللي على الجوانب نفس الحرارة بياخدها. أكثر من هيك بهالطناجر شو ما احترق بيقبع، حتى إذا أصلا بتكون تحرقوا البصلة لتغيروا لون الرز فيكن تعملوها ولحالها بتقبع، يعني عم بتكون طريقة كتير سهلة بتنظيف حتى هالطناجر واستخدامهم حتى من دون استهلاك المواد الدهنية. طناجر إذن ثلاثة بقياسات المختلفة بنفس المواصفات، سوسيار لنقدر نحضر الصلصة، وما تخافوا حتى الصلصة البيضة ما بتلدع بهيدي الطنجرة، إضافة لمقليتين سمك وعالين، هي أول مقلية فيكن تعملوا فيها الروستو وتسكروها كمان بالغطاء الموجود، وهيدا الشيء كمان بينطبق على المقلي، فهون صار عندكم وسع عندكم الضبون. بعد في شغله مهمه وهن الاغطيه اللي فيهم تنفيس صغيره، فانكم ما انكم بحاجه لتضلكم شقين هيك الطنجره، هي التنفيسه بتظهر البخار اللي زايد بداخل الطنجره، وانما بيترك كل الغذاء والنكهات موجودة بقلب هالطناجر. جربوهن وشوفوا قديش رح تستمتعوا بالطبخ من خلالهم وفيهم، إضافة لمجموعة من أواني السكب يلي رح تكون هدية، وهن خمس أواني للسكب موجودين مع هالطقم كله، $199، فلحقوا حالكم واختارون من خلال لبوتيك. رح ننتقل عند مسيو إيميل داغر يلي رح يخبرنا أكثر عن كلين سوي. أهلا وسهلا فيك مسيو إيميل، كيفك؟ الحمد لله. خبرنا أكثر عن الفلتر. ما بنسمع كل يوم أن إصابات تسمم، أي صحيح، فترة العيد وفترة التلج ما بقى سمعنا كثير أخبار، بس هن زادوا صح. بالحقيقة نحن وكلاء للأراتيل جروب، وكلاء للمنسوبيشي ووتر فلتر لكل شرق الأوسط وأفريقيا، وحابين نحكي شوي ونضوي شوي على اساس الغذاء اللي هو الماء، يعني ضروري تكون الماء اللي عم نستخدمها ان كان لغسيل الخضره لغسيل الفواكه، يعني واحد في وقف اكل لحمه بس ما في وقف شرب ماء، طبيعي كونه جسمنا اصلا مكون ب 80% من الماء، يعني ضروري تكون الماء اللي عم نستعملها ماء 100% بيور صالحه للشرب. بواسطه المتسوبيشي صار فينا نحقق هالشيء، وبدون ما نزق جالونات والى اخره، صار بيركب دغري على الحنفيه او حنفيه ميه الشرب او حنفيه الخزان الموجوده عنا على المجلى، فينا نحولها لحتى لو ميت الخزان صار فينا نحولها لمي الشرب. ليه؟ لانه الميتسوبيشي بعد عدة دراسات عملت شيء اسمه الهولو فايبر ممبرين. هولو فايبر ممبرين كناية عن شعيرات كتير رفيعة تمنع تسرب البكتيريا، لانه قياسها اصغر من اصغر بكتيريا ممكن تكون موجودة بالماء. اوكي. لو عايشة ولو ميتة، لانه كمان ميتة عندها تأثير سلبي على جسمنا، مش لانه ميتة بطلنا نحس. هون صالح المقارنة بينه لهالفلتر والفلتر يلي بيشتغل على الضوء، يعني على الفلتر بيشتغل على اليو في، هو كناية عن لمبة بتحرق البكتيريا، ونحن عم ناخذها ميتة، اذا كانت كثيرة عم تحرقها بس بتفوتها بالماء، بتقطعها بالماء. اذا كانت كثيرة يعني في كثافة من البكتيريا مثل ما حالتنا بلبنان، صح، بيئة حاضنة للبكتيريا، صارت بتقدر لون تيرم تعمل امراض كانسر. ليه؟ لانه بترقد بالجسم، الجسم ما بيتعرف عليها تيقاومها، سو كيفي انه بترقد بالكلاوي بالمصارين بالمعده، لون تيرم تعمل امراض كانسر. بواسطه الهولو فايبر ممبرين التكنيك اللي مستعملتها الميتسوبيشي صارت بتوقفها حتى لو ميته. اوكي، فهون ما في خطر لتسرب ولا نوع بكتيريا شو ما كان حجمها وقد ايه، يعني ميكرون صغيره مزبوط ما بتقطع. عندك الفحم، اكيد مستعملين الفحم يلي بيشلك كل شيء طعمه ريحه لون. أوكي. مستعملين تريتد مع سيراميك، صار بيقدر يفكك كل شيء كيميكال كومباوند من الكلور البستسايد تري هولوميتان ماده كونسيريجنت تفرز الاساطر بعد فتره. بهذا الفلتر او بالاكبر زيت التكنيك صار فينا نوقف كل هالقصص الموجوده. أوكي. بيترك المينرالز تقطع يلي هن المعادن، ضروري تكون المي معدنيه صالحه للشرب، انه ضروريه لجسمنا لتكوين جسمنا. هلا اللي عاملينه مثل ما دائما بنقول هو خزان المي اللي عم نلوثه قد ما بنقدر، لانه التلوث اللي اصلا موجود بالمي غير مرئي، فهون عم نجرب نلون المي ونحط بقلبها صبي ديجا فيها حديد وفيها حجار، ما بس فيها خز كمان. قولي هيدا المي صار زمان يعني فيها بلعيت، هيدا بلعيت اكيد فيها بلعيت. فينا نستخدم المي عادي بدون ما نكون عم نستهلك الفلتر بهالطريقه، فينا نستعمله مي سخنه او مي مسقعه. بهالطريقه نكون عم نستهلك كمان مرشي، ما نكون عم نصرف من الفلتر يلي بيعمل 900 لتر الصغير، وبهالطريقه هيدي كثير هينه وكثير سريعه بتنزل المي. ما بده صيانه، ليه؟ لا، لانه ما بده كهرباء، ما بده. فاذا هيدا الفلتر الصغير هيدا اللي بياخذوه هن وبركبوه بالهيدي، يعني بس هيدي الشقفه البيضاء 100% بتتركب ورح تعمل كل
الشغل لحاله. الحلو انه ما بده صيانه لانه هو طالما عم ينزل من الفلتر بيكون صالح 100% للشرب. أوكي. بعدين بصير بخف 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 تيقطع، لما بيقطع بتصير بنعرف انه صار بده غير الخرطوشه. فهيدا المي ضروريه انه نشربها لانه مليانه معادن، ومثل ما نحن بنشربها على الهواء واولادنا وكل عيالنا اللي والاشترى دجا زمط من شيء كذا بكتيريا كذا قلب كذا مليون. هاي الخرطوشة كتير هاي نغيارات تنفك بهالطريقة وبتتركب. صح. الخرطوشة حق $88، الفلتر حقه $220، بيكونوا أول شيء عم بيوفروا إذا عم نعتبر أنه الماي اللي عم نخدها نحنا 100% مزبوطة، بنكون عم نوفر 4 مرات أو أكثر. وكتير من الأفران والمطاعم يلي كانوا خوف يعني ينسحب منهم رخص المطاعم ركبوا من كلينسوي، وحتى العجين صار عم ينعجن بهيدي المي النظيفة يلي لازم نستخدم. غلط الفكرة أنه نحنا إذا عملنا حطيناها درجة حرارة عالية نكون إنه النار تحرق كل شيء. لا، في عندك بكتيريا تتفاعل أكثر على درجة الحرارة، وفي بكتيريا بتتحول لسموم. صح. موجودة. في عنا الفلتر الأكبر، هذا الفلتر بيعمل 35,000 لتر، 35,000 لتر يعني بنكون عم نوفر كيف ما كان 35 مليون ليرة إذا ما نشتري ونعتبر الماي صالحة. مزبوط. بيتركب بغري على الحنفية بهالطريقة، فينا نستعمل ماي، فينا نستعمل مرشة، وفينا نحوله على الفلتر بشكل كمان كتير سريع. ليه؟ لأنه ما بده كهرباء، ما بده صيانة، طالما المي عم تنزل من الفلتر بتكون صالحة 100%. هون الفلتر الأكبر له حنفيتين، يعني الحنفية اللي بتتركب على الميلانجور والحنفية اللي بتنزل المي. هيدا لأنه حجمه طبعا أكبر، وله دريننج سيستم. دريننج سيستم يعني بفضل المي اللي باقي بالفلتر لحاله لما يتمخ. مزبوط، بتنزل كل هالمي. ليه؟ لأنه كونه بيعمل كمية. صح. كبيرة ممكن يضاين 4-5-6 سنين. صح. فكيفية أنه المي اللي بقلبه كمان بينظف حاله. فعم عليكم غير تتصلوا وتحصلوا عليه وين ما كنتوا بلبنان وين ما كنتوا بحي دولة بالعالم عم تحضرونا. مسوي إيميل دغر، أنا بدي أتشكرك. بريك ومنرجع لمتابعة حلقتنا. بعدكم عم بتتابعوا الحلقة المباشرة على الهواء من لابوتيك. وصلنا لمكنستين من خلال ماستر شيف مكفولين سنتين رغم انهم مكانس كهربائية، فما تعطلوا هم كمان مكفولين من قبل الوكيل، وهالمرة سنتين. المكنسة العمودية يلي بقوة 2 تيربو بتسمح لست البيت اول شيء ما تنخي وعم بتكنس، ثانيا تقدر تلبد السجاد وتقدر تسحب مش بس الغباير المرئية انما كمان الغباير الغير مرئية. فلح نوصل هيك، بس انا خايفة على كابلات الكاميرا. رح نبرمون بهيدا السهولة، قادرة تسحب كل الغباير شو ما كانت نوعيتها، والسجاد اللي عندكم لح ينضف حتى من كعبه. اذا استخدمتوها على البلاط كمان قادرة تكنس بفعالية الفراشة يلي موجودين من الامام، وهو الفراشة يلي فيكن تعدلولون علوهن بشكل يدوي. قوة 2 تيربو كمان موجودة على كل الأكسسوريز يلي مع هالمكنسة، فهون عندكم تلسكوبيك تيوب يلي كمان كتير طويل، يعني لو هالقد شايفينه، بس هي بتمغط، هيدا الشيء بيمغط. كمان قوة 2 تيربو لتقدروا تنطفوا الكنبيات المعمولة من الفلوت، تقدروا تنطفوا البرادة وغيرهم. اكسسوارز عديدة موجودة حتى للموكات وحتى لسكك الألومنيوم وغيرها، إضافة لشغلة أساسية إنه ما بدها كيس، فكل الغباير يلي بتطلع من السجاد ترجع بتفضوها هيك بقلب البوبال، وهيدا بتضل نظيفة. وإبر فلتر أساسي بمكانس الكهرباء، ولازم دايما وقت تشتروا مكنسة كهرباء تتأكدوا انه فيها إبر فلتر يلي بقلبها رح تقعد كل الغباير الغير مرئية اللي بس تعملكم حساسية. فهيدا الإبر فلتر بيسحبهم كلهم، فيكم تتوجهوا عند ماستر شيف خلال كل هالسنتين لتستبدلوه وتنطفوه، كمان هو بيقوم بهيدا الشيء. فيكم تسكروها وتضبوها وبتصير مكنسة صغيرة للضب، موجودة من خلال بوتيك $180. اتصلوا فينا هلأ ونحن نوصلكم إياها من دون أي تكاليف إضافية. تاني مكنسة وهي المكنسة الفارة يلي قوتها هي 2000 وات، ومثل ما دايما بقول ترو 2000 وات، يعني مش بس طباعة
إنه 2000 وات هي مزبوط 2000 وات، هالقد قادرة تشفط، هالقد قادرة تنظف، هالقد قادرة تكنس، إضافة لأكسسوارز عديدة موجودين بقلبها. أكيد هيدي المكنسة بتاخد كيس، وإنما كمان فيها إبر فلتر من بيمنع كل الغبائر إنها ترجع تظهر من الخلف. مكفولة سنتين وسعرها توفيري، رغم انه هو سعرها 125 دولار حتى نقصنا اكتر لصارت 115 دولار من دون اي تكاليف اضافية بتوصل لعندكم، ومع كفالة سنتين. رح ننتقل لنشوف فيديو بعرفنا اكتر عن البلاغون وقديش بالعالم الغربي والعربي وتحديدا بالمغرب بيستخدموا البلاغون كنمبر وان مواد تجميلية وطبية كمان لبعض الحالات بالبشرة. منتابع. زيت ذهبي نادر بمنشئه، طبيعي وثمين بفعاليته، يحدث ثورة في عالم التجميل لتودع معه كل سيدة الحقن والجراحة. هو الذهب السائل، هو زيت الأرغون، زيت مستخرج من ثمرة شجرة الأرغون النادرة المعروفة بشجرة الحياة والتي تنمو في جنوب المغرب. هو اليوم البديل الطبيعي عن كل المواد الكيميائية التي قد تترك أثاراً جانبية. هذا بالتأكيد ليس مجرد إعلان وإنما واقع مثبت علمياً، فهو يعتبر الاكتشاف الأكبر في حقل الجمال. ودخل زيت أرغون في تصنيع العديد من المنتجات نظراً لفعاليته، لأن زيت أرغون يقاوم ترهل الجلد ويساهم في تأخير ظهور التجاعيد، يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً، يغذي الشعر التالف ويعيد حيويته، يعالج المشاكل الجلدية منها حب الشباب، التشققات والإكزيما، ويقوي الأظافر. يكفي أن يكون زيت أرغون أحد أهم المستحضرات التي توجت إطلالات أهم مشاهير هوليوود كسلمى الحايك وكيم كارداشيان وبيونسي وأوبرا وغيرهن، وتربع اسمه في أبرز عناوين أهم الصحف العالمية كنيويورك تايمز ومجلة فوغ، ليتوج زيت أرغون اليوم نجماً ذهبياً طبيعياً. وكل ذلك أكبر برهان على جودته. استقبل الآتي بنضارة ودعي عمرك رقماً لا نقرأ إلا على الورق. أهم المشاهير استخدموا زيت الأرغون وأدلوا بشهادتهم بالمجلات والصحافة، وأكيد ما في شي جبرهم يعني كان، فتمثلوا بهالنوع من البشرة النضرة النظيفة المضوية، يلي كمان نحن وقت نستعمل عليها البلاغون يلي هو بعده زيت خام، زيت أورغانيك، زيت بيور، زيت ناشف، ما بيزيت الوجه ولا بيزيت الشعر، وإنما بيعطينا ملمس رطب رائع، بيعطينا المعادن والبروتينات الطبيعية يلي بوجنا وجسمنا ككل بحاجة له ليتخلص من الشوائب، إن كانت هالشوائب هي تجاعيد غميقة أو تجاعيد بعد مبلشة أو حتى حبوب شباب أو حتى نشاف بالبشرة وإكزيما وغيره. البلاغون قادر يحل هيدا المشاكل، وبس إذا استخدمته كقناع قبل ما توضعوا الميك أب كمان رح يثبت الميك أب، وإذا استخدمته فقط كونتور ديزيو رح يعطيكم بشرة منا مترهلة، بشرة مشدودة، وهيدا كله بتكونوا عم تستخدموا البلاغون طبيعي. وأكثر من هيك البلاغون فيكم تزيدوا منه نقطة أو نقطتين بحيالة ماسك، بحيالة تونيك، بحيالة كريم دو جور، بحيالة كريم دو نوي، لتفعلوا أكثر هالكريمات وتاخذوا نتيجة البلاغون كمان إضافة للكريمز اللي يمكن أنتم معودين عليهم. على كل حال في كتير من الناس بيروحوا على المغرب وبيوصوا على البلاغون، اليوم البلاغون موجود من خلال بوتيك بسعر صغير لإلكن، لأن بعد ما انطرح بالأسواق وبالفرماشيات فضرورة تتسوقوا عبر هالبرنامج لتحصلوا عليه بسعر رائع 55 دولار قبل ما يصير بالسوق ويضرب سعره أكثر يمكن من 100 دولار. رح ننتقل لفقرة ونتعرف على فقرة سينز، مشروع بدوم 49 وحدة سكنية بمنطقة رائعة، يعني
اللي طلع على الثلج بيقول اكيد يا ريت عنده شاليه، يا ريت عنده بيت، يا ريت عنده مسكن يقعد فصل الصيف ويقعد فصل الشتاء. شوفوا المشاهد ولقوا نظره على الاركيتكتور الداخليه والخارجيه للمشروع يلي تحت امضاء معوض اند بارتنرز. مثل ما يمكن الفيلم بعده مش جاهز، لبين ما يجهز الفيلم فينا نتصفح الكتيب يلي كمان بيعبر شوي عن اللوكيشن يلي هي موقع استراتيجي قريب من كفر زبيان، قريب من فريا وطبعا من فقرة. هيدول المشاهد الحقيقية عن المشاهد يلي بتطلع عليها الوحدات السكنية. الأرشيتكتور الداخلية والخارجية بتقربنا أكثر حتى من الطبيعة. كل وحدة سكنية لها مدخلها الخاص. البنت هاوس هيدا المشهد رح تشوفوه الصبح انتم عم تشربوا قهوتكم، وهول بعض التقسيم للشقق يلي فيها تكون غرفتين او ثلاثة نوم. هيدا المشهد يعني واحد بدفع كل شيء لهيك الصبح اقوم يشرب بهيك بدك اثنين اليو. اوكي رح نشوف فيديو ومنتابع. موقع راقي جدا ورائع جدا وكوزي كتير، فعن جد يلي عباله يستمتع باستثمار يبقى لإله ولولاده على المدى الطويل في يختار حياة لوحدة سكنية. وطبعا الاتصالات عم بتكون مع بارتنرز معود حتى تلقوا نظرة أكثر على الموقع وحتى على الخرائط. رح ننتقل لنشوف الرينوفيتر يلي شو ما كان المهندس وشو ما كان عنده أغراض، أو حتى الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمعامل، أو حتى إذا كنتوا بالبيوت وطالبين سنجرة أو طالبين نجار أو طالبين حدا يمدلكم كابل من شي سنتين وبعد ما إجا، شوفوا الفيديو ومنرجع منتابع سوا. Quel outil pourrait faire les mêmes travaux que plus d'une douzaine d'outils traditionnels réunis? C'est le tout nouveau Rénovator. Cet outil digne des professionnels de la rénovation deviendra vite votre allié indispensable parce qu'il vient à bout de centaines de travaux, plus facilement, plus rapidement et plus précisément que les outils professionnels. Contrairement aux outils habituels aux lames rotatives ou en va-et-vient, le Rénovator est doté d'un système unique à oscillation, variable entre 8500 et 21 000 mouvements par minute. Ce système permet une précision de coupe sans nul autre pareil, tout en étant bien plus sûr que n'importe quel autre outil sur le marché. Le Rénovator est l'allié indispensable pour tous vos travaux dans la maison, de vos rénovations d'envergure aux menus réparations quotidiennes. Cet outil vient à bout de planche jusqu'à 5 cm de large. Regardez comme il tranche ce montant de porte avec précision et fait une encoche dans cette planche en quelques secondes. C'est l'outil idéal pour toutes vos coupes en plongée. La petite taille du Rénovator vous permet de l'utiliser dans les espaces exigus où beaucoup d'outils trop encombrants ne pourraient se glisser. Tranchez à ras les pointes qui dépassent dangereusement. Découpez tous vos tuyaux en métal ou en plastique. Vous pouvez même couper vos plinthes sans les retirer du mur, chose que vous ne tenteriez jamais avec un outil traditionnel, sous peine d'endommager le mur ou la plinthe. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, le Rénovator deviendra votre allié pour venir à bout de centaines de travaux de réparation ou de rénovation. C'est l'outil dont vous ne pourrez plus vous passer. خلينا نباشر على شقفة الباركي. فردنا مركبين باركي وبتكون ما بعرف تفريغة صغيرة، بتكون تزيدوا شي عتبة شي شغلة، ما لكم غير رينوفيتر. وانتو حتى اذا كنتوا سيدات او رجال، المهم فيها انه انتو ما بتكون تشدوا، يعني ما بدك تعملوا كتير افورت بجسمكم. رينوفيتر الشفرة تبعها لحالة هي بتعمل تحتيات.
أنا رفعتها فيكن تغيروا ساعتها اللام الشفرة لتقصوا هون يعني هالقد هي دقيقة. كمان نفس الرينوفيتر وقتها بتركب له الديسكيت المختلفة فيكن تنعمه وفيكن تعملوا بوليش يعني منغير الشقفة ومنعمل بوليش كلهم هيك الأكسسوارات بشكل مهضوم فيكن تستعملوا لتمدوا أساطير لتقصوا أساطير لتمدوا تيوبز وتشيروا وتحطوا شرايط رينوفيتر مع كل الأكسسوارز مثل ما شفتوا بالموفي موجودين حتى هالقد القوة تبعها بتسمح لكم ما تقبعوا المسامير. بدك تهدي لي إليو لا نقدر نقصهم حتى الكاميرا وهد بس أفرجيكم مسمار شو هيدا بوليت شو بسموه وبترجعوا بتنطفوا محل المسمار ولا مين شاف ولا مين جرى اكسسوارز عديدة وطبعا كل ما يخلصوا فيكم تطلبوا غيرهم مثل ما شفتوا الديسكيت وكل المهن وكل الطرق الاستخدام يلي شفتوهم بالموفي رح تقدروا تعملوهم بواسطة الرينوفيتر يلي رح يصير عندكم بالبيت والكمية كتير عم تروح بسرعة فلحقوا حالكم ومعه هدية وهي الستيكي بادي لتنظيف فرش السيارة لتنظيف التياب من الوبر زوايا الموكات كمان بتعزوها بتخيل اوقات بهرهر اشياء ما بنقدر نشيلها رح تكون كدو مع الرينوفيتر لألكن مشاهدينا بمجرد انكن تتصلوا فينا كثفوا اتصالاتكن لحقوا حالكن بشراءكن الرينوفيتر بهيدا السعر يلي شفتوه. موفي تاني بيعرفنا عن البين زوم وسهولة تغيير الألوان والديكار بالبيت. Wasting another weekend working overtime on a painting project? The uneven coverage of that roller not cutting it? Tired of battling with a brush? Had your fill of spills, splatters, and running up and down ladders? Say so long to those obsolete rollers, brushes, and paint tray catastrophes. Because now you can paint like a pro with new spray technology that's so advanced, it's simple. Introducing Paint Zoom, the amazing one-coat professional power painter that turns any project into a piece of cake. Now you can transform any ugly space into a designer showplace in just minutes. It's so easy. You just pull the trigger and paint. Imagine if you could paint this, and this, and this, or turn so-so into sensational. With the Paint Zoom, anyone can paint, stain, or varnish just like a pro. It's a fact. The best professional painters all use power sprayers because spray painting guns get the job done in a fraction of the time with a superior finish. Now you can paint like a pro without spending the dough with the Paint Zoom. It's the painting tool that has homeowners, renters, crafters, do-it-yourselfers, and weekend warriors painting like professionals for just pennies. Inside the portable power pack is an industrial strength 650-watt motor that delivers the power you need for the biggest projects. You can dial in the coverage you want for vertical or horizontal painting. There's even a pinpoint setting to get you into the tightest spaces and places rollers and brushes can't reach. So, now I want you to watch how the Paint Zoom, when I go back and forth, the beautiful, smooth coverage every time across. Boy, it's getting into those details with no problem. You notice something? No mess, no dripping, no splatter. That's the worst part of painting is that mess. You know what else? Paint Zoom is lightweight. It's so easy to carry. Yeah, forget about those heavy cans or trays. Okay, here's the part you had trouble with, right? Right. But no trouble for me. Look at that. Look at that. Right inside all the ornate bevels. Okay, now watch this. Every time I use the Paint Zoom, it looks like a professional painted it. Beautiful. Why would anybody use a roller, a brush, and have that mess and take all that time, stop, when you could use the Paint Zoom and do this project in 58 seconds. Under a minute!
إذا السرعة النظافة والسهولة بتغيير ألوان الحيطان الأغراض اللي عندنا إياهم صار فيكم تعملوها بواسطة البينت زوم مثلا بدنا نغير لون أجرين الكرسي شوفوا حتى دغري بنشف يعني ما بزرزب بسهولة الآن عم قرب إيدي ما لازم قرب فيها تفوت لجوا الكعب البويه بتنشرب شرب لانه عم تنرش مش بسماكه وانما عم تنرش رش يعني مثل ما بيرشوا بويه السيارات نفس الشيء انتم رح تستخدموه ببيوتكم على حيلا نوع من الحيطان حتى اذا كان جبسن بورد على اذا كان عندكم كورنيش حاطينه بالصالونات بدكم تذهبوه بدكم تغيروا له لونه اكسسوارز وغيرها استخدموها واحصلوا عليها من خلال بوتيك ب 99 دولار بس سعرها 99 دولار لكم مع الستيكي بودي يلي هي عم بتكون هدية قيمة جدا سعرها أكثر من 30 دولار مطروحة بالسوق اليوم من خلال بوتيك رح تكون هدية بمجرد شرائكم البينت زوم فإذا كثفوا اتصالاتكم على 79-100-225-678-9 وعلى 09-74-0889 وين كنتوا بالعالم كمان فيكم تتسوقوا عبر برنامجنا بمجرد ضيفوا رمز لبنان على الأرقام يلي مبينة قدامكم رح ننتقل للديكونترال يلي هو كريم مخصص لكل الناس يلي بتعاني من التكلس الديكونترال يلي مستخرج المواد يلي مؤلفة من أسيد كريزوفانيك الانتوين والالفا بينان هالمواد بدورة مستخرجة من زهرة الكونسود من الصبير ومن الصنوبر لتعمل مزيج من هالكريم المفيد جدا للغضاريف الغضروف يلي بكون مصاب بالتكلس متاكل منشف رقيق مبطل عنده سماكة صاروا العظام عم يحتكوا ببعضهم ديكونترال بيجي بيغذي الغضروف بيجي بيصحح الغضروف شو ما كانت مشكلته إذا كان مخزق ترجع الخلايا تتفاعل مع الديكونترال إنها ترجع تخيط هيدا الغضروف بعبارة سهلة ترجع تعمر الخلايا وراء بعضها لتقدر تتماسك هالغضروف وخلايا ببعضهم إذا كان منشف ترجع تفرز الخلايا لستينو كولاجين حتى يرجع يسمك ويعطيني لزاجة بالحركة وهيدا المطلوب ترجع تخلي الحركة طبيعية في كتير ناس بيعانوا من التكلس بمفصل الورك فرضنا وبيعملوا رياضة ببطلوا يقدروا يروحوا يعملوا رياضة في ناس ما فيها تطلع وتنزل الدرج في ناس ما بتحرك أصابيعها لأنها بتعلق وخاصة بموسم السقعة والشتاء يلي بيزيد سوء المشكلة صار فيكم تستخدموا ديكونترال على هيدا المفاصل تغذوها بواسطة ديكونترال وبمواده المستخدمة لتصنيعه وتقدروا تاخدوا نتيجة ما بطل عندكم تكلس بأسبوع واحد استخدموا ديكونترال واحصلوا عليه عبر اتصالاتكم فينا على الأرقام 00961 لكل أشخاص خارج لبنان 79-100-225-789 وعلى أرقامنا الأرضية والخلوية لكل مشاهدينا على الأراضي اللبنانية اللي عم توصل الأغراض لعندكم من دون أي تكاليف إضافية رح ننتقل للأمك يلي الكمية كمان صارت كتير محدودة وهني كناية عن شراشف بدفوا التخت بدفوا الفرشة تحديدا وانت بتلقحون على الفرشة بتقدر الحرارة يلي موجودة عبر الترموستات تكون معتدلة حتى تأمنكم تدفئة طيلة الليل أو وقت تطفو الأمك بتكون دجا صارت الفرشة دافية طبعا الأمك بنحط دغري على الفرشة وبترجع بتحطوا الحرامات فوق وما بتناموا عليه دايركتلي لانه عن جد بيعطي حراره حلوه يعني واحد ممكن ينام ويغل بالتخت وقت يكون مدفيه بواسطه الأمك وفيكم قبل ما تناموا بعشر دقائق تدوروا وتفوتوا تناموا ما ترشفوا نص ساعه لبين ما تطفوا قبل ما تغفوا القياس تبعه معمول لشخص واحد يعني كل واحد فيه يتحكم بالحراره في ناس تبرد في ناس بتفطس فما دام نتخانق كل واحد بحط أمك على ذوقه لينام مرتاح الآخر بعده موجود الواحد ب40 دولار والاثنين ب60 دولار ضمن التدفئة صار فيكم كمان تستفيدوا من الكاجولز اللي موجودين لانتو طالعين تعملوا سكي او رايحين على الاتيفي مثلا شمس كتير حلوة وانما ساقعة كاجول معمولين من اجود انواع القطن يلي هو كمان مايكرو فايبر يعني ناعم وبدفي وانما ما بيزعج الوجه عنده تصميم ليقدر يسكر منطقة الفم والمنخار وفيكن لا يعني فيكن تحطوها بس على الرقبة
بينزم عن الجوانب، ولكل الناس ضروري كمان ياخذوا منه لانه العدد صار كتير قليل، سعره صغير كمان، فبتستفيدوا من الالوان الاربعه يلي موجودين. تاني اكسترافاجانس كتير من التياب والاوتفيت موجودين من قبلهم. خلينا نشوف فيديو عبايه يلي كمان سعرهم عم بيكون بس 35 دولار، وهون بقول كميه لهالموديلات صارت كتير محدوده، فاللي بعده عاجبينه هالعبايات لازم يختاروا ولازم يتصل ويوصلوا لعنده قبل ما تنزل كولكشن، يمكن تكون اغلى. فتابعوا الفيلم ونقوا العبايه على ذوقكم. Le genre de femme qui change le plus grand de l'accord en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir. Elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. على أمل تكونوا نقيتوا العباية وعرفتوا رقمها واتصلتوا فينا واخترتوها، بنختم مع الأتيفي يلي ما زالوا متواجدين وإمكانية التقسيط عم بتكون سهلة لإلكم مشاهدينا. لاثنين موديل والتقسيط تفرق بين 200 دولار على 60 شهر و 250 دولار على 60 شهر مع كفالة على كل واحد لحاله سنة، فكمان احصلوا عليهم من خلال لابوتيك. ونحن لهون بتكون خلصت حلقتنا، بشوفكم بكرة، باي باي. We'll be right back.